والله مليون مرحبا باللي تأخرت عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. الجملة المعهودة عني: واعي من الصبح، لكن اليوم ما بواعي بس اللي على المسجات، واعي بوي الحديقة اللي قدامنا ينفخون بالشير. هذا شفتوها، شو ايش قاعد هناك يسوي؟ ينفخها شرق ويصير غرب، ينفخها غرب ويصير شرق، ويجمع كواويد، يجمع كواويد. ها وحاشرني من الصبح، الصوت شال الدنيا فوق راسه، يعني رقت ما علي منه. هاي الجامل اللي انا حاطين لي اياها هاي قويه ما توصل الصوت، لكن بعدني زعجت منه لاني انا ما داني صوت الهوفر، الماكينه مالت اللي تخم الحجر، وهذه نفس الشيء صوت تاني يزعجني. وبعد هاي بخبركم انا شغلتي شغله الفندق اللي قبل، ما يبون الحشره احتشروا من حشرتي. بيت الفندق هذا الفندق هذا زين، موقع فنان، يا غير فراشي نص اللبس، الا ما تشوفون نص اللبس فراشه، والله هنا ايش بتسوي عاد المراد؟ ما بهذا موضوعنا، موضوعنا مصبح بخير وسهاله وعين من الله خير، وتريكت من والله من هالخبيصه تريكت توني كم صرت، ها كانت لين عينها والله، ولا عولت الخبيصه تحراها توها ميوبه بارده، لكن ايش بسوي؟ وين بحرها؟ ما عندي هذا ميكرويف ولا في اثر شلفه، وغاوي وفنانه لا يمت عاد، يمكن خمسه لقمات، كل لقمه طول شف الكمن بطني لشام لان المغاربه ما باروا ماكل شيء. الله كريم المراد. كل شيء زين وكل شيء فنان وكل غاوي. امس برنامجنا كان جميل، تحريت ما في شيء، ترى تذكرت ان سيرنا الحديقه بالليل، سيرتنا الحديقه كانت جميله وزينه، والجينا عرب وايد، ومشينا في سلفرج واكسفورد، وصرنا نايس بريدج، وتعشينا ويا الجماعه، ويعني البحر امورنا طيبه، غير خطف الوقت بسرعه. يوم نزلت الستوري ولنها ساعة وخمس دقائق، يعني شيء مقابلات وايدة ورمسات وايدة وسوالف وايدة وحركات وايدة، يعني الحمد لله شيء نعمة من الله سبحانه وتعالى. فأقولكم الفندق هذاك اللي قبل أنا كنت فيه وودرته، هذاك وايد زين، لكن يبالي حد يحب الهدوء زيادة عن اللزوم، عبارة كأنك ميت ميت. دقوا علي الباب ليش؟ انه رن تليفوني ما يدانون الازعاج، عنب ورنت التليفون ازعجتكم عيل، شو يوم بين سنة ارمس وبيسمعون صجي ابراهيم، والله يبكي يسقرون لي الدورية، والله يجيني جيب الشرطة عن باب الغرفة بعد هبلين تحت، والله قول لهم في الروم سيرفز يسخنون لك الخبيصة. انا لطمت تبوي نشيت من فراشي يوعان، ولطمت لي بوي خمس ست لقمات، كل لقمة طول شف الحمد لله ما علي باس، هو بوي مر ولا ضر، والامور طيبه. الحين الله يحفظكم، بنشت تسبح وتلبس وعين من الله خير، اتريق يدا بيدا، وبهالوقت بين ابراهيم، وبننزل تحت اللوبي، عندي موعدين، موعدين ما بطري لين يجون الجماعه من جهتي معي. مرحبا 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 يا جود مورنينج يا جود ها ها اذكر الله اذكر الله صباح الخير صباح النور جود مورنينج ماي براذر هاو ار يو ما شاء الله ما شاء الله يو لوك فيري فريش الله يضحك يا طحت ابوي في الخبيصه قبلك يا جسم يا لو كلته يا لو صبر اخوي ارسل اكلك عند رمك كشره حبيبي يبي يا ابقي ابي على فكره هالصبح صمصمت عليه حول الساعه 9:30 وكلتها افتح القوطي ها شوف السح خطف ابوي نص قوطي لا انا بالعافيه ايوه ها كله انا لعب عشان الناس تعرف اني انا مظلوم وانت ظالم مني وانك انت اللي تاكل اكل وترد علي انا الفقير وهذا منو اللي عايب البارحه وين هاي متروسه دي هذه ما شاء الله وهالكو اللي يبل اللي كان فوق هذا انت ماخذ لنا اللي توك تقول في العافيه المتابعين يقولوا خبروا الروم سيفز بيسخنون هلكم انا والله كنت يوم حول سبع لقمات من الكبار بلي صخان ولا شيء مر ولا ضر ها وشي ابوي بعد من الجيمات هذه تحيد هنا كل هنتين وخلي ثلاث والله
الله العظيم بعد بالقياه هي عيشو لان عظمهن خمس جايبنهن بخيل جايب سبع حبات لا حلينا مسكين جزاه الله بخير والله جايبو سبع حبات لا تحرض الله والله العظيم مش تبع الله ما تروس الكيس وانت تصرط تصرط امس ما تحس بعمرك انا جايب سبع حبات هنا عملت انت ها ها خف على عمرك ها ها لكن باجي هي بس عليك بس روح معك وحده بس مبينا ماكل وايد لا يارك الله الغاوي فينا نحاف وفنان براد ابوي برايكم انت وحينا انا ابوي بنت بتعبل من عمري عندنا موعد الساعة واحدة ويلا استهدر ابوياكم مخطف علي الوقت لا وحالي ابوي اصور التزقريته ولا تشيقاته جماعة تريون تحت وجماعة من غير تريون فيه وابليس مضيع عياله هو تأخرنا وايد سحبنا وحده هنتين وحد عيل اليوم لا بوقت حلاقه ولا بشي لك انا اصبحت الصبح ويا حشرات هالمكينه ها ابو خليل لبيت هاي ها كل ما تبين لك حتى حتى هذا الفانيل مخلبصه وهاي مفحح بعد من غير وهذا اللي ماخذه من استراليا بهاي الحكي ما بنشيسي على فكره يعني يا الصابر انت من هالشارجه نعم انا اول مره اعرف انه شيء صوابر في هالشارجه عيال عمي ابو ظبي انا قلته اي نعم يا الله بس ما اعرف احسن اي نعم احسن الصابر بده القوى صالح نعم يعني الجنه اي نعم اي نعم اي نعم انتم ناس في عروقكم الطوع لكن انت شايفك ما من هالمطاوعه شويه ها مزقرت الله يحفظك جزاك الله خير شكرا حبيبي زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم مساء تزقريت مساء العدال مساء الزين ومساء مساء زين ما علي ما ينكر أقولكم انشغلت وايد توني في اللوبي شغلتي اللي في اللوبي ما بروم أرمس لين روحهم يسوون ترتيب ومونتاج وما غير مونتاج وما أدري شو أسبوع الجاي بيندبوا لي هالفيديو مال اللقاء اللي اليوم تم في اللوبي يعني في تشرشل في لندن استوى تصوير استوى شيء جميل يثلج الصدر لصالحي انا وصالح الناس كلها يعني وعيبني الموضوع وتشاوروني قلت ما عندي مشكله يا وسوي التصوير يعني تقريبا لقاء مطول وكان جميل اللقاء مع مكان معين ويعني شيء وايد جميل ان شاء الله الاسبوع الجاي قالوا لي يوم الاحد ولا الاثنين بيندبوا لي اياه لين مكاني وبي فكره ترى ابراهيم كان هم يصورون في الفيديو ويصور بالكاميرات وابراهيم جالس يصورني ويصورهم وهم يسوون لقاء كان وانا اتحرب يخلونا ننزل قالوا لا نحن لازم نسوي المونتاج بونتاج وما ادري شو وطحنت الزمان وعقب انتم ترمون تنزلونه زمان رومون نقول حتى انتم منو اللي مصوريني ولا اي جهه هذه ولا اي شيء قالوا لا لازم نحن نخلص وننزل في حساباتنا وعقب انت قلت انزل ما شيء مشكلة جزاكم الله خير كان شيء جميل وايد فنان يا الخيب انطلق طلقة في الرمسة ولا لا 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 كلت هاي ليل مذيعة الله العظيم ابراهيم والله انا تحريت عملي بيت خادة ولا بقول لا 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 ما شاء الله عليك عين هذا شيء مره شيء من حاروت شيء مره ولا لا 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 جبته كامل لكن ما سالتني شيء صعب يعني ما اعرفه كنت زايق انا بتسالني شيء ما اعرفه تحضير قلت ابوي هاي الرب شروح يعرفه ما يحتاج تحضير لا المواضيع جابوي ما تبى تحضير هذا شيء ابوي يرفع عروقنا ونعرف له نحن ابدا الرب هاي رمستنا وحياتنا ويومنا ومصباحنا ومسانا نصبح لنا نمشي هاي مواضيعنا نحن وبس ويبت عليها ونهديت هدا انهديت ما خليت شيء وهي حنين هلا تطالع وتبتسم اليوم الامور وايد الحين هذا التسجيل سري قبله شيء اجتماع اجتمعت مع شخصيه وعد وايد مهمه رجال يعني جايين من مكان بعيد انجليزي هو وان شاء الله انكم بعد بتعرفون الامور هذا بعد في المستقبل بيظهر ما في شيء جديد شو اسوي؟ ما في يخرب على عمري واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وهذا شيء زين يا ايوب شيء فنان وان شاء الله الله ييسر الامور اكل المستقبل جديد ان شاء الله خير فضل من الله يا اقول لكم لقيت ريال ويا فريجه يمشون واللي وياه تقول له
لا تصور لا تصور اتحرق حرمت زغت ترى ابوي زايقين عليه ابوي حد يخطفنا يخطفنك ابوي زايقات عليك زايقات عليك لا يتوع يشوف انك العالم كلها ابوي يدورون يشوفون ها بعد انت من اللي تبون يشوفونك هذه امور طيبه محمد تسلم والله شافوك بيشوفون الغنا لا طيب وين نصب مره ورا الرز اشرف انك القوه ابوي يسليك نعم القوه زيت من هالعين نعم شو اسمك سعيد الكاوي والله والنعم من صارك كيف الخاطر سلامك يا تعرف هالرجال فنان ابراهيم اعرفه ابو محمد نعم انه ما يعرفه العالم كله تعرف ابو محمد ابراهيم الله يحفظكم ابطينا عليكم هالبطيان كله كنا في هذا المكان شو اسمه هذا قراعه ريشون او ريشان ما تسمونه هذا في هالمكان شاهد هذا يقولون شيء في الماي فير ريستورانت ريشون هذا كنا فيه معزومين لكن العزيمه كانت يعني مصوره وروحنا يعني نحن روحنا يعني عازمين الجماعه قال ابوي نحن ما نبي نظهر بالتصوير قلنا لهم سمعنا وطاع ان شاء الله قهوينا وياهم وسولفنا ورمسنا وطاب الخاطر ويعني الحمد لله جلسنا وبس أدينا الواجب وظهرنا الدين عادف ما يدرنا وين نسير وجهتنا العلم عند الله شوف إبراهيم شوف هالممر شوف هالممر وراء الشارع هذاك إبراهيم شارع طويل عريض بعد أشياء معارض الدنيا والدين فيه شارات هذاك إبراهيم هذا لا انت ما شفته هذا لا فديتك قبل يوم مرينا عليه هي هذا بعد مكان فنان عاده اي مطعم بتسير لازم يقول لك حجز لكن يوم بتي عدال الباب ابي يشوفونك بتدخل يعني يمكن سبحان الله ان نلقط حجز هذا مطعم ايطالي جايينا العام وعام الاول مطعم فنان اكلهم في منتهى الروعه ان شاء الله نبي نلقط مكان شبه ممزور الحين لكن حقنا نحب نلقطون طاولة شيء طاولتين ثلاث خلايا في المكان في أجمل ما يكون أكله المطعم إيطالي في منتهى الروعة عام الأول والعام والسنة يعني المطعم في منتهى الروعة فنان 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 أكلهم أجود أكل إيطالي في القطع عندهم مطعم هو مشهور الناس كلها تعرفه حتى هاك اليوم يومين شفنا حفيدة حفيدة ريغان ما أدري شو اسم الشيخ الرئيس الأمريكي حب هذا اللي قبله حفيدته كانت هني أو في عازم كنا حتى نحن جلسنا روحي على طاولة وهو جالس ويا حفيدة ريغان حريت بيقول قربوا ويانا قال لا لأن نحن معزوم أنا بالاسم كان يدرس وياهم في فرنسا ما شاء الله عليه شيخ الله أنا ما نصور في المطعم ما صورنا في المطعم لأن الأكل متعارف عليه لازانيا وبيتزا وبراتا وبراتا ومراتا وما ادري شو يعني هالاكل كله معروف يعني وصورت المكان اللي نحن فيه مكان زين وفنان وماشي شرات وغاوي ويشرح الصدى لكن مال انجليز يعني مال ما بمال اكلنا نحن اللي يحبوا الاكل الايطالي هذا من احسن المطاعم الاكل الايطالي ما شيء غيره ايوان وكل اللي يشتغلون كلهم ايطاليان المطعم اللي نحن فيه من المطاعم الخمس نجوم من المطاعم اللي اكلهم وايد مميز وكل فل 24 ساعه والعالم فيه مردفيس تبارك الرحمن ها من احسن المطاعم واغلاهن نحن طلبنا ما يقارب 7 صحون من غير الستارتا وغير السلطة الربيولي ما ربيولي والباستا ولا لا 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 تخيلوا هالمطعم اللي العريق الطويل العريق اللي من أرقى الناس اللي يونه تخيلوا كم طلعت الفاتورة 75 باوند 79 باوند 79 باوند يمي عدية طالبي يعني ومع هذا نحن نشوفه أنا أشوفه وايد رخيص مقارنة بالأسعار اللي عندنا يعني معقولة هني الأجار مالهم بالملايين
والضريبة 50% ما ينضربها كم 20 هكذا قالوا ما أتذكر كم. ومع هذا كله رخيص. نحن شباب ما يفتحون مطعم ولا كافيتيريا ولا ثموني ولا أي شيء كوفي قالوا لك الطلب والله يبتعد فاتورك ولنا 1500 1700 2000 حقنا فريق ما بالك لو 10 تنفار والله نحن بيفجف البيزات تنفقار اللي على المطاعم لازم يودي عزم ربعه والشباب الطلاب يعزموا ربعتهم هنا مره في البيت مره في الميلس مره في الخيمه مره عند باب الحوي ومره في المطعم كان يجي هالنمون السعر هاي مشكله في وايد اسعار غالي عندنا الاسعار غالي زياده عن اللزوم لا والله يجب النظر في ذلك باعاده الجدوله ولكن نحن ما نزيد الهرموز ملح برايهم الفقاره يوم في الميلس يوم في خير ماشي مشكله كل زين غير وايد ضروري النظر في الاسعار النظر في الاسعار الكوفيهات والمطاعم وايد غالي عندنا غالي زياده عن اللزوم انا ابو لحم لحم شو جايب لحم وادم ما بلحم وادم والله يا بين ما ادري شو يا بين ما ادري شو لحم خفوا على الوادم بوي من الاسعار الله الله فيهم عيالكم بعدها وين بيجوا يسرقون بدو تغدينا عينا من الله خير الحين ظاهرين انا ابو الخلي دمشق ابراهيم بلا ابراهيم بردان بردان ايه يلا بفضل مصر يا كيف لابس هاي تحت ما يسد يا الكل والله ما يسد والله يا كبراهيم تخلينا ودر بتخلينا ودر هالمكان الغاوي نسير لانك بردان هين زين بيعورك بطلك ما اعطيتني ما امزح معاه اعطني زي عقصي شوي هنا اللي فيها الشوكولات هب تعطيني اللي بلي عين ريج عجيب يلا عن خاطري شو هذا عصرته كله يلا شكرا ثانك يو نمشي بوي هالمشي كله ظهرنا على هالمكان اللي نحن فيه سيلمة ظني سيلمة هاي ليميس اعتقد سيلمة هذه هيلا بس لا تهفيج والله ولا شيء مكان في بالنا وين بنسير كان حين بنسير أول بنسير جدا أكسفورد بنسير أكسفورد بنتمشى شويونة بنشرب قهوة عند هذا كربيعنا وخلاص بنسير الفندق بنصلي وبنعين الله خير وبنظهر وبنسير جدا وين ريال جاردن مشاهد لنا شيء كوفي هناك عندي موعد بنجلس ربع ساعة نص ساعة وخلاص وبوي بنشوف سيد جدا الهارتز وما أدراك ما هارتز نفس بنمشي لين لندن هيلتون بعدين جروفنر هاوس ونحن سارين ونحن سارين لين نوصل فندقنا بنوصل بوي وبنرقد ونهار ثاني بوي نفس على هالمنوال كل يوم كل يوم هيلا بيس كل يوم لين ابوي ورا باش برد بلادنا بس لا تاخذ على الغريب عاده ترى الغريب منتهى بلاده شو تسوي والله علي واه ما اقول عنك شيء ابراهيم عرب الله ابراهيم وين نفد ايه ها قم عسيروا دوروا حينا ها طاعوا وين سرت وراي وين وراي
ابو محمد تحوط في لندن، شو رايك باجواء البلاد؟ شوف ما اشتقت لها البلاد، شوف البحر اجواء ولا محمد؟ نعم صحيح. وصراحه سناباتك سعاده، ترد الروح سناباتك، كلامك يعطي امل، الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله ويحفظك. بس دعت الله حبينا نسلم عليك. ابو محمد يوم انا كنت في لندن ما شفتك، بس في الصيف ان شاء الله اشوفك. ابو محمد انا حتى في الشارجة اتابعك. ابو محمد يتمشى في لندن. فيديوهات من وقت ما استوى السناب شات موجودات على اليوتيوب ومخزنات كلهن، السيرات وليات البحور والبرور، الطباخ والنفاخ، القصص، الخراريف، السير اليي، كل شيء موجود على اليوتيوب. لا تقولون ما قلنا لكم، كل شيء موجود على اليوتيوب، طالعوني على اليوتيوب، لا تقولون ما قلت لكم. ندخل على اليوتيوب، اكتب خالد الخالدي، دق على قناتي، خلاف هوس على اشتراك، تفعل الجرس بس. والله يا ابو شومنا قاديات تحراهن يمره، قاديات يمره برودة الدنيا في شنتي يا لندن. ابراهيم بردان ها؟ أموت من البرد يلا وصلت له. ليش؟ جاكيت بعد شوي. ترك لابس جاكيت؟ أنت قلت لي بس ما شبك. يا الشذب يا الشذب يا الشذب. والله ما قلت لك. قلت لك إنه برد. لا ما بحلك أنا تدريب إنه برد. قلت لك رقم واحد. في رقم واحد يعني برد. تدربنا نحن متى موعدين سويدان حرقوس؟ الساعة كم قال بينا؟ الساعة وحدة وسوينا طاف. لأن الحين ما شفناه وراح الحلاقة ولنا. هو قال أنت دقيت لي تيلك وبعدين أنت داق له. إي والله. قال لك شو؟ قال لي بصير الحلاق. إي شو بيسوي؟ بعدين بيجي. شو بيسوي؟ يحلق شعر. وين في شعر؟ عاد ما أعرف. خرب الله في سويدان. شدو والله يا أبو ينربط به الضباب. تعقد به الضباب من كثر كذبه. ياو ما كذب. انا بتروح تخلينا ترياك هالوقت كله ولا تلفون لحمك الله لا عندك لا اليه يعني غير رمون حد من العرب. وحين وينك؟ تدري الحين بيش وبيقول؟ بيقول تراني جايكم في الطريق وارمس في التلفون. تدري وش يسوي؟ يرمس في التلفون. لا انا بتشوفه الحين بيجيك بيقول والله يا اسولف ويا جماعه وابطيت ارمس عندهم خطف علي الوقت ساعة ساعتين ثلاث عادي ارمس التليفون. انا هذا محد يرمي يرمس هكذا. انت منو؟ هند. هند من وين هند؟ وين اي امارة؟ وين ساكن في دبي؟ اي مكان في جميرة؟ يا ويلك هند. يعني عاد الحين هاي اخر زياره لك الكرنب ستريت اخر زياره اكيد ما بتي باكر. لا لا حش علي باكر. هي لا باكر بنسيب كان غير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ اخيرا مجددا اليوم انا كاتب في السناب ان شاء الله يا رب اني اتلاقى وياك ورب العالمين راد وتلاقينا. زين سبحان الله سبحان الله. وايدات يا ردود الافعال عن الهامور والتعليقات شيء زين وشيء زين لكن لكن لا يصح الا الصحيح. طال عمرك باب السوالف يعني والغشمره يعني. هي عاد منو بترمس؟ ما تبي ترمس اوادم يفتهمون. الناس اللي فيها خير كلها افتهمت، والناس اللي ما يبون يفتهمون ما يبون يفتهمون. صدقت صدقت يا ابو. هل انك انت بتروم تقنع العرب هاي كلها اللي ما تعرف الكلام؟ ما بترو. صدقت يا ابو محمد طال عمرك كان باب السوالف، ولا اللي عنده فلوس ما يتفاخر فيها. اي نعم من باب السوالف يا ابو محمد. اي نعم ولا ياثر ابو فينا ولا يهزك ريح الهامور. واشكرك انت واشكر متابعينك صراحه ما قصرت. حد رمس وايدين؟ اي نعم وايدين. وفي ناس بعد ردوا اللي يعرف خليفه
يعرف خليفة هامور رد ايه. عني أصلاً يعني هنا ما يبالك كلام يعني. يارك ايه الله يا خليفة أنت هامور أصلي بعد هامور عادي بمحايا ولا بليم حايا أشكر فنك تشكر يا محمد مو هالريال هذا عمي والله بالنعم فيه نعم. هل هامور العود على المطروشة هنا والله بالنعم هذا وهذا نسيب أحمد والله ما اليوم مرحبا بك هذا أبو خليل وين ما صار هذا إبراهيم تعال يا أبوي أبونك حرم عليك طلب أبو خليل من عز ليش عازل عمرك على العربي إبراهيم مو عازل عمرك عندك القاوية الهامور أنت لقى حار كان بس هامور وش هامور أكبر هامور أكيد عاش ولا بعاش كل واحد مروان يلا بنرسكم يلا مع السلامة شباب في مال الله خليل تلاقفنا وياه الهامور في نص هالمعمعة في نص هالعالم يا ربي كان حد يرومي يصيد هامور في أكسفورد ستريت نحن أبوي صدنا هامور ها إبراهيم أبوي شفت الهامور شفت حليل هي والله في أكسفورد رود تعرف شو السالفة هذا الحين ها هم الظاهرين خاري ليش الماركة هذه تجيب الجاكيتات هاي تشوفوهن تجيب هالجاكيتات وماي وهاي ابوي يلود الثعالب وهاي ابوي متظاهرين ها ممنوع تصيدون الثعالب يا ويلكم اللي تصيدون ثعالب يا ويلكم لا على جاكيتك ولا على كوتك لا تلبس الفرو هي لا على يديك ولا على ما تشوف هي يا ويلكم عيب عليكم عيب عليكم شين شين كان له حسه الله تحسه والله يا ابو والله يا ابو لا يبقى مقرفون ولا شيء هب لي مقرفون ها والله والحنجره الصاحيه الحمد لله ما كنت لابس شيء انا شيء عليه شعر ولا بيصيبني القاصر الامم شوف الامم بالله عليك انت قاطع الاشاره الاشاره لابجه لصالح الماره ها يا ربي انا ابو وبعد يا ابوك حد واصف لكم يجسم بيزات ما تيامعتوا هالكثر انا ابوك زاد هذا الحين شوف هاكلوا بينزلوا في الاندر جراوند اولنا يا ربي هاي يوم يقول لك كلهم رايحين على القطار القطار هي هاي يوم يقول لك عباس على دباس خاطر يوقف منك الطالع ابراهيم لا تسير عني بعيد ابوي مدخل الاندر جراوند شوف العالم ها هاي يوم يقول لك اما تثقلي هذا ابوي ها شوف العالم شوف يوم يقول لك عباس على دباس ها امواج امواج افواج افواج لا اله الا الله وتحت عاد هل امتلأتي قالت هل من مزيد لا اله الا الله لا اله الا الله انا ابو هالكثر اوادم شي يمزرطونها شي يطعمها شي يتسيهم هالكثر امم ها ها شوف الله عليك لا اله الا الله كل يقولون والله لندن محديها يوم لندن محديها وين يجوا الدنيا ابوي كلها في لندن لا اله الا الله امم 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 صبحك الله بالنور والسرور يا ابو محمد من المانيا ها حتى احنا عندنا السكيك لكن سكيكنا احنا بعدها بنفسجي صراحه صدقك السكيك ما شحلة عنها تذكرك باجواء كذي روحانيه اجواء الفه اي والله تذكرك ان هذه البقعه مر عليها ماضي الله يعلم فيه ابو محمد انا اكلمك والله يا ابو محمد اكلمك ينزل علينا الثلج شو رايك يا محمد بركات مبروك انت ابوي بس من يبنى طاريك نحن نصور هذا حقك ان نزل علينا الثلج واحنا نمشي يا رب العالمين ترزقنا يا رب وياك الصحه والعافيه هي فيس
شو اسمك هذا اللي جوتيني انت لابسنه؟ بريماك. حلو شكله. شو اسمك انت؟ راشد. والنعم راشد. حلو جوتيك. شكرا. قياسي هل جوتي؟ لا ماشي. قول والله. اسمه صغير. زين وانا صغير؟ لا تشيك لو في اوكي؟ زين اذا في خبرني زين؟ شكرا راشد. والله؟ زين. شكرا بوسنيده. شكرا. ثانك يو. شو قلت لابراهيم؟ رويال جاردن. بس قلت له هاي هاو ار يو؟ رويال جاردن. قال كمان كمان ان شي يعني؟ اها المفروض تقول له رويال جاردن هوتيل. عاد شو درنا هو الهوتيل؟ عاد الحين جايين نحن من اخر الدنيا. الحين تونا بنوصل عند رويال جاردن وين هاي الريال عازمنا على كوفي. وبنخط شوي بنتمشى خلاف لين نوصل فندقنا. حق نوصل ابوي متدقدقين سيد رقال. هي والله شبعنا مساعة لازانيا ما ادري شو ما ادري شو اكل ما اتذكر والله شو اسمه. المهم كله اكل ايطالي. وثلثينا كل عيد باستا باستا ولازانيا وما ادري شو وبيتزا وكل عين ريج ما في شيء من الحلا يعني حلا جليل. الاغلبيه كله عين هذا كلها الايطالي. ايش ما تسوي ورزتو ومرتو. يلا ابراهيم هالتصوير بي كله على سبك انت هالعالم حليتيك. لا لاحجينا لاحجينا لين بحر يوزه. ها لاحجينك انت يا ابو محمد. انا شي خصني هاي يا ربي بعد دنجر الجوتي حمر دورك العافيه. وحده هنتين بيربل قولي لي. وهاي تجي من هنا بعد شو شنطه شلونها؟ جولد. ما شاء الله عليكم. يا الله يحفظك ان شاء الله يبارك فيك. شكرا على الي. كيف عرفت ان نحن موجودين هنا؟ لقطناك من برا ودخلنا لازم ما بصير لنا وقت نسميه. عيالي ابوك هذا يكدون بيزاتهم وراي اثنيهم الله. يا الله يحفظكم بناتي. الله يحفظك. قزرت وطر انزل هذا طريقي. هذا طريقي وامشي هذا المكان ها وادخل من هالباب واجري دور ما دار الحديقه هناك اكون ساكن. زي ابراهيم هذا الريال جاردن. وانزل من هالباب واخذ لف الدور ما دار الحديقه ابراهيم ورد ويظهر الشمس الساعه 8 8 ونص. هذا متى؟ في الايام هاي اللي مثل هاي العام السنه الوقت جايتي وقت الراحه اللي هو انا مريح لمده شهر من التمرين يعني ما شيء تمرين ابدا. ابراهيم عندك عندك شوف الفندق هذا هذا حين ما شفت انا ليتات تهنونه. هذا شوف هذا فندق ريال جاردن مشاهد البنايتين ثالث. هذا هاك الطرف الثاني هذاك ابراهيم اللي منك لا اللي عقبه هاك بالليتات هذا امنه بنايه شيخ مشتوم الله يغفر له. هذاك بوتيك وهذا بوتيك ثاني بعد ابراهيم. هذا فندق الريال جاردن يمكن 50 متر. هذا هو الفندق اسمه هوليستون هوتيل. هو فندق وهو بوتيك. هذا فندق على نظام بوتيك. مادحين لي اياه وان شاء الله اني باكر عاد نسيته هنا. وان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين اني بكره اذا الله مد لنا بالعمر نبي انا وابراهيم بنتريق فيه. هذا الفندق ان شاء الله. شفت ابراهيم؟ ابراهيم خوز عاده. هذا الفندق ها هذا. وانت ايش حق تصوره بعد؟ اصور هالاسم. اي ميلستون هوتيل ان شاء الله بكره بني بنتريق عندهم اول الله. بني فايف ستار هذا اكيد دام مشاهد الهايد بارك. كنزبتن هاي ستريت ان شاء الله نبنيه. يقولون عندهم مكان انجلش بريكفاست ان شاء الله نبات البني بنتريق فيه. ريوق عاد نحمت الضحى العالي 12 11 ونص. انا ما في نجم الصباح الله خير بنش باسر عاد يوم الحلاقه ويوم ما ادري شو ما ادري شو شغله طويله عريضه.
ان شاء الله بيكون ريوقنا باكر فيه ان شاء الله. الحين عاد بنكمل طريق نمشي شاي انخطف على الدنيا هاي كلها اذا الله راد. يا ابو خليل عيسني من هالاسئله، شو سؤالك بالله عليك؟ سالتك هي وين المول هل الهرد هي هرد. نحن الحين عند كنزكتن هاي ستريت اللي هو الريال جاردن هي. نحن من هني لين هرد يمكن كيلو، وبعدين يا ربي كيلو هي غريب. كيلو 1000 متر يعني 1000 خطوه. الخطوه هي وخله وخله ما ادري منو. انزين عقب نكمل شوي لين قدام الهيلتون، وبعدين الجريفنر، وبعدين لين اكسفورد، بس وصلنا فندقنا. هي نوصل بيتنا ولا الفندق؟ فندقنا. ايوه مش بيتنا. لا هو يعني كل واحد الله واحد. الفندق اللي اقول لكم يسكن فيه بقاليوني يسمونه، هذا بعد يجلس فيه الأول العام كان يجلس فيه بالمر ويون والله يجلسون فيه ميلسة فنان بعد هذا. لكن هذا كان ما شفته أول مرة حين أخطف عدالي غير ما تدخلته، وإن شاء الله أني باكر بيكون ريوق فيه وبنعرف الفرق بينه وبين هذا، بين هذا وبين هن بثنين تم بوتيكات، هذا بوتيك وهذا بوتيك. وهاي بناية حياة الشيخ مجسومي عليه الجنة، بثنين تم بوتيكات بنطالع وين منهن، يا هذا يا هذاك. هذا شو ساكننا هنا من قبل ويا ياسر مخدية تدرون التنسيت. أقول أنا في خاطري كد جايين هنا الفندق وساكننا، لكن ما براي ما أتذكر منو كنا مجموعة وياي منو. ثارني كنت ويا ياسر مخدية، نعم كنت ويا ياسر مخدية من زمان. سبحانك يا رب. وهو اليوم شو ما شاء الله ولا شقة فاضية، ولا شقة فاضية، شقة في بناية حياة مشتوم فلين عينها تبارك الرحمن. إيه شيء زين أبوية، لكن أنا بهاي الحكي إيه شيء زين، كل شيء له جيمة ترى. شوف أبوية ما يبالك كلام، كل شيء له جيمة، كل شيء له جيمة، كل سلعة ولها شراي، وكل بضاعة ولها شراي. شيء سيارة ب10,000 درهم، وشي سيارة ب10 مليار بعد أظني هب من المليون. هي يا بتسوي رنقاتها من ذهب والماس بتغني بالمليارات. هي نعم شيء بلا ما شيء، كل شيء شيء، درهمك المنقوشي، درهمك المنقوشي أبويا. كل ما تشوفون أنا حاليا موجود في كنزكتن هاي ستريت، مشاهد الحديقة الهايد بارك وعدالي بناية حياة الشيخ مجسومي عليه الجنة. يوم يقول لك ومن الحب ما قتل، مات عليها ودوخ، دوخ عليها دوخ. ايه حط ابوي اسمها في كلمها حوين ما ابنحن، والله فلان اشتحن بفلانه ولا خطأ بفلانه ولا عرس وخذ فلانه، والله شو يابلها، يابلها ابوي سيارة ويابلها دريول وحشرة والدنيا. ها شوفوا شوف الامر في عمدان لندن كلها ابوي، ها وين ما تصير، وين ما تصير حاطة اسمها. قرب الله تكي عمدة لندن مقواك تروم، وما حد عرف ولا حفطن إلا عقب. يقول لك عقب ما قصت كيت وغادر ما أدري بكم من سنة، لقطوا في الوصية إن حاط أبوي ذكراها على عمدان لندن كلهن. هاي غلايب عم يرومون يعقونهن، وهبكت في النكتيبة ناحتن نحت على كل بيب من بيبات لندن. شوف الحب والعشق. هي والله يا أبوك مصيبة، قرب الله تك مقواك. الله ولا هي حلو عدنا، هي مسوت لنا طبوق ومسجت لنا في كاس وساير ما ادري ول. انا اتحراها الا رمسه ترى، يعني موجود حتى في عند في المصادر الرسميه مالت بريطانيا موجود المعلومه هذه. هي لها وثائق ولها قال وقيل ووقت وكم يلسوا ويا بعض، وهل انها ما كانت ماخذتنا ولا بس لتي ربعه ولا ولا ملتش دملتش ملتش عليها الله أعلم به. هذا كله كله مسجل موجود أبوي عندهم، لكن عقب اكتشفوا أن الشعار هذا شعارها هي، وهو حاطن ما أقول عنكم شيء، ما أقول عنكم شيء. توبة توبة توبة. إبراهيم بلاك ما ترمس أبوي، إبراهيم بلاك صاخ صاخ. هي ما شاء الله تكمل قصة، كيف وقفت القصة؟ عين ابو انت بابي، من طلعنا منك من يوم العماره وانتهى دربها الريج. انا انتهى والله.
الله. هلا هلا حليلم حليلم وانا ما صورت باني ولا صورت. ايه صور عادي. شو اسمك الحين؟ ايش دراني شو اسمك انت؟ ماشي دويت. والله من وين؟ ابو ظبي، دبي، عمان، قيوين، شارجة، الفجيرة، عمان، وين؟ قيوين. وهلا وياك منو؟ ماشي. هاي بعد جروبنا، هاي راكبين السيكل. والله؟ ايه. ايه. شو خلاص؟ لا ابغى يوصل عند جروب الكويتي. منو؟ جروب الكويتي. جروب منو؟ جروب الكويتي. شو قال الكويتي؟ شو تقول انت؟ جروب الكويتي. جروب ابراهيم؟ احنا عندنا جروب جروب. شو قال الحين هالرجال؟ عدالك محمد انا ما سمعته. جروب الكويتي يا ونا. ايه جروب الكويتي. زين ايش علي؟ اصور بعد حق منو؟ مايد اسمع شو يقول لك. منو هم؟ منو؟ منو وايد؟ اخوي بيدورك بيصور وياك. شو تقول؟ يدورني؟ ايه شو تقول له؟ ما بقول له الحين ما في. عادي عادي. لا 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 ما في. عمرك؟ انا 16. ما شاء الله عليك. يلا. يلا في مال الله. سر سر ارقد سر ارقد سر ارقد بس كمل الغدا. الحمد لله يا ابوكم. الله راد ان تعدلت اشكالهم للريايل والحريم. بنات والاولاد تعدلت الاشكال. الاول لا واحد اشلق، واحد ابلق، واحد ينبف بفوره محيسات. وحد الله بالمستعان اكرف، وحد عري، وحد عيونه مصبوبات، وحد عيونه فيهم بياضه، وحد يعني امور امور امور. الحمد لله حين طلع الحينه كلهم غاوي، كان ذكور ولا اناث ما تعرف الرجال من الحرمه جمالهم تبارك الرحمن. الاول الزين جليل الدور ابتفق، دور الزين الاول ابتفق، الحين ما شاء الله الزين وين ما تصير مكود. الحمد لله نتغير النسل وتعدلت الأشكال وتعدلت أمورهم. الحمد لله والله لطف من الله سبحانه وتعالى. أقولكم ترى والله صدق نسبة الجمال والزين والأجسام والأشكال وايد تغيرت عن أول. يعني الأول جليل تشوف الزين، لكن انخطف واحد زين أو وحدة زينة تلقط زينها معدي والشكل يعني يطرد الفقر 40 سنة. الحين نسبة الجمال وايد مرتفعة. هذا أعتقد هل أنه من الأكل؟ من هو أكيد كل شيء من الله سبحانه وتعالى، لكن كل شيء يتغير. أشكال هالواد متغيرت، أجسامهم الحين المتين يقص ويسوي رجيم ورياضه وغدالك ما شيء شراته، ما حد شراته، والحرمه كذا الامثال. الاول الرجال ابويه وكروشه وشحومه والحومه ودلوقه وقناقين ولقاليق ويبيع عرس، وهذا فقير سلقه تبع ولا ما تبع، لا هود ولا هدى لا شرط ولا حين. لا من يجي وشافت الرؤية الشرعية قالت لا سرب ويخف على عمرك، كان تباني أنا سلقه وانت بتاخذني مصكة من تنك بتكسر ضلوعي، لا والله تباني خف. صار فقير وسوى رجيم ما يابه الرجيم، صار سوى قص وغدالك سلق ورد وخذها وملكها وسوى العرس وما شي شراتب. والأول بعد هاي الأول والمتان حريم يدورون هنا أبوي شميول طاقتين، والفستان ما يسوون هنا إياه هذا لا زم فستان ضيج، لا يسوون فستان هذا شرات اللي يكون فيه لقط، اللي فيه لقط يكون كله بنس دور ما داره، فلذلك يعني تلقط يعني متوهجين. هل بالفساتين الأول حتى ما بقايم سوقهم، ما بقايم سوقهم هل بالفساتين شمنه، لأنه ما يلقطون العرايس كلها نمتا وما شلة كان تفصيل. الحين كل جاهز وبأغلى الأسعار وبأغلى الأثمان. هي والله شوف أمور أمور. يلا أبو يلا يلا خلاف عبا نكمل رمز. تعال هوانا هي هبنت خليتني صورتني افترتي وهذا راعي مسافي
هو وطرش وياها سوينا فيديو حق هالمسافي. ما تقصر. السلام عليكم السلام. يا غير ريحته كلها جقاره ريج. ابوي ضايف منك. ابوه ترى ولد كايد وجقاره. اول بادي شو اسمك انت؟ خالد الحربي. شوف قاوي خالد انت؟ محمد الظاهري. اكيد ظاهري؟ اي ظاهري. من المكسيك ولا من وين؟ لا من العين. مكسيكانو شكلك ما شاء الله عليك. لازم لازم. الله يحفظك. شو تمشون كشات تدرسون شو؟ تمشون زين زين. والله عليك يا من برشلونه. والله العظيم اني متعني وياي انك. حد يودر برشلونه يويهني. لابو محمد يصير. لا لندن يا ابو غير برشلونه. نعم انه غير. لكن شو الجو فيها برد وايد؟ لا لا خير هناك خير. ادفع. نعم نعم. انت من وين ابوي؟ من دبي. هذا الرجال. الرجال من دبي من البرشا. من البرشا وحتى وهني. يسمى من الشارجه. من الشارجه. والرجال بعد من الشارجه. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. بعد انا حلو بناخذ صوره من تلفون. ايش عليك؟ تعرف الرجال منو؟ ما يبال عاد. ها منو هذا؟ هو ابراهيم معروف. اشكر فنك. ها؟ ابو خليل. ما شاء الله. الحين الشارجه لو دبي. لا لا مش شارجه. والله؟ معقوله؟ يلا الله يحفظك. الله يحفظك. تعرف ابراهيم؟ يلا معروف، قال معروف، احنا نتابعه من سنابك. ابراهيم صد وياي، صد بارك الله عليك، صد. اقول لك هاي ابنه. هاي هاي مجيتي الابيض. هاي الرضيعه. وهذه هذه الصديقه. انا ابوها. هاي جوتي يا جوتي حمالي. ما شاء الله عليك. شو ماخذه في القرطاسه هاي؟ ها من هارد. شو عاده يعني؟ شو تتوقع الحريم يلبسن الا مكياج؟ يلا الله يحفظك ان شاء الله. جيت من وين ابوك؟ احنا توني قاعد امس عن نفس الموضوع هذا. يا الله يرحمه. والله منور لندن وهذه الساعه المباركه اللي شفناها. ساعه كبرك يا البركه يا الفنان. تصبر خليني ارمسك عاده. قبل شوي دار حديث بيني وبين الجمهور وبين المتابعين. اقول الحمد لله السنين هاي تغيرت اشكال اللوادم. الاول لوادم هدشلك وحدبلك وهي محتاس. الحمد لله. منو هذا؟ هذا اخوي. هذا اخوه؟ يلا 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 يلا. اصبر خلنا نرمس. زين خلنا نرمس. داخل ابغاها. اصبر علي. الله يغرق. كسرني هذا. المهم ما شاء الله تبارك الرحمن. اشكالكم فنانه. هذا انت قلت كم عمرك؟ انا عمري كم 30 يعني. دراني بكم؟ انا عمري 30. تكذب يا ري. الف والله. والله عمري 30. الله. اي والله تبارك. شفتوا 30 هالنمون عاد انتم شو اشكالهم؟ والله هالريايل الحريم انا ما اصورهن. لكن ما شاء الله ما شاء الله الاشكال كلها تغيرت. الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى غير من حال الى حال. بس لا ما اصورك انت مدحوب. انا تعالي. اي اي قرب الله تسارت. ما اصورك انا اصور للجواتي انا. والله ولا وحده من كنت جوتيها يتشاهد. ولا وحده من كنت جوتيها. انا ابوك شو هذا؟ لا بحلو ولا شيات. رحيم رد عليك شو اسمه؟ سويدان. سويدان كاتب لي ابراهيم باكر طول اليوم عندكم. اعتذر اليوم تعبان شويه. رويلاتي. يعني هل تتوقع انه صدق؟ لا يكذب. يكذب ملاك سويدان. والله ما عليك يا سويدان. عين ابوه نترياه من الصبح. اي والله. وحين مطرش تليفون نص الليل. قرب الله تم تذبه. ونحن نمشي الحين هالساعه لقطنا يا رجال وقال لي برويك فيديو مصور لنا وياه قبل سنتين. ها ها. يا ربي ما زيني الاول. يا ربي ما زين الا ضعف. اي والله. وحليش ليش ما تبغى تصور؟ ليش ابو محمد؟ هلا كيف انت؟ وين متلاقين؟ اي مكان؟ هني بعد نفس المكان. سبحان الله سبحان الله. عقب سنتين. لا اله الا الله. ابو محمد شكرا لله. تعرف ابراهيم؟ اي معروف. اي ها ابراهيم كلت الجو اشوفك. الله يحفظك. والله مليون مرحبا. هلا 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 وغلا. مليون مرحبا. وين جايين؟ والله انت مشى اخر الليل. زين هذا الرجال منو؟ هذا ويد عم محمد بن ويدن. زين وهذا؟ هذا ابراهيم القمر بن توفيق. نعم. وهذا الفنان سهيل. والنعم. وهذا احمد بنيجي. تبارك الرحمن.
بن خالد. هذا الزين، هذا الزين منو؟ خليفه بن هويدم. والله والنعم هالريال. هذا محمد بن هويدم. ما شاء الله. وهالفنان؟ هذا ابراهيم بن هويدم. ها ابراهيم بن هويدم، ابراهيم بن دينار. زين، هذا يوم اقول لكم ابوي اختلف النسل، تعدلت الاوضاع، للشباب كلهم جميلين والبنات اجمل. الاول حد محيس وحد محتاس وحد خشم مفتر وحب لاحق. كله فنانين، كلكم فنانين الحين. قبل شوي نرمس عن اشكالهم سابقا، وحين الاشكال تبارك الرحمن كلها اعتدلت. انت احلى واحد فينا. انا الحين انا خربي ابوك يد السكر. Now this is the banana. This is banana. As I told you, this is the pumpkin. This is pumpkin. It's very nice vegetables. And this is where we. This is inside this water. If there is no water, under can bet. And I eat na. Saki ana karas. Saki ma mufta. Asani hadi ma binti kari wasanga wasanga. Under can bet. Ndiri disiri. Ana mufta. Ada moya under kari. Ana ifta. Ana siri moya. Mavi dakare mama moya mavi dakare beti ana injina ada barasi ada mavi ada mavi furusi ada minhala alhamdulillah. Yes, you see the maize how it's big. So you see the maize inshara. If it will be okay, then I will bring it to you. I will bring it for you. Okay, sir. Enjoy your time there, sir. Let me enjoy myself in my country, my motherland. I'm happy. Have a nice time. Happy New Year. Thank you. الرجال سأل سؤال ما شيخ حسن أولا، شو متى آخر يوم في السناب؟ يا ربي هذا حاسد. يلا في مالة شباب، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طالع أنت، طالع أنت هناك. السلام عليكم. شو تبون هالرجال؟ ودر عنك. لا تصور، لا تصور، هذا ما بادزوني عليه. آه على صدرك. حصلنا نحن نطلع كلنا ولا ما حد يظهر منكم. يلا 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 يلا. نزين زعق الحجاب. يلا الله يحفظكم. زين من وين انت ابوي؟ كلكم ابو ظبي؟ اصل باروس بعد. يلا الله يحفظكم. يلا مواجهين خير في دعوة الله. مع السلامة شباب. ما صورت نشاد عنك، ما صورك انت خطفن. شو؟ ابغى اصور. ليش صوري؟ لا صور مره، لا تصور. ان شاء الله يا اصور جواتيك. طيب طيب يا ربي انت عرس، لابس عرس عرس يا ربي. انا جوتي. جوتي شخص واحد محوحو والله ما طلبات. يلا الله يحفظك. هلا هلا والله ما شاء الله. ندور الروب ما شيء. روب مال مال هوش. اول شيء الجيمات شو رايكم فيه؟ الروب ما لحقتم عليه. الروب خلص مس الفرج. الجمعيه سنسبري شيء. ها؟ ايه اما الجيمات شيلونا من الاخر. من الاخر قولي لي. علينا 50 حبه. الله يخليك لا تفتح شيء. خلنا نروح خلنا شيء. ايوه اتشرب من فوره مدي يد شويه. اه بربل. يا سلام يا سلام يا سلام. يا ربي البربل لاعب لعايبه خرب الله تهل يابسه. يلا برايك نسير العاده. الله يحفظ. انا في جنب. منو؟ هند. هند من وين هند؟ وين؟ اي اماره؟ دبي. وين ساكن في دبي؟ ايش اي مكان في دبي؟ المهم نحن وين؟ في فندق ذا لانزبرا. آه. شو يا ابنا؟ قلنا لكم خطفنا نحن طول الطريق هذا من الرويال جاردن من هناك، وتمينا نمشي وتمينا نرمس ويبنا سالفة كوكو شانيل، وخطفنا وسلمنا العرب والعرب سلمت علينا، وخطفنا شرق وغرب ما خلينا بقى. يوم وصلنا قرب الفندق هذا اللي هو لانزبرا، ولنا يواعه عند الباب، ولأن مقوم الكمباني ظاهرين خاري هو وقوم سعيد بن حمر عين والشباب كلهم أبوي ظاهرين ويا هناهم عند الباب. سلام عليكم. عليكم السلام. ولأنهم ظاهرين بيتمشون ما أدري وين بيصيرون. خليفة بو فاطمة ما شاء الله عليه شيخ الكمبانية
يقولنا عاده انزين قربوا، وعلي يتوقع ان بنقول له لا ولا نحن بنسير ولا، لانه يواعه ماشي مباعه ميتين مليوع ماشي من اخر الدنيا وبرد متغدين من وقت اليوم تاكل مطعم الايطالي، والاكل الايطالي يعني ما بان شبعه. مشينا هالمشي كله وين صرنا الكوفي مساعة بعد ويريال جاردن كنا كيكه صغيرونه هالكبيره، لكن من عقب المشي هذا كله يعني المراد يتحرانا يعني كلمه تقربوا ويجلسوني في اللوبي، هذا اللوبي العود هذا الفندق اللي خبرتكم توني عن اسمه المراد، يتوقعون بنقول لهم لا لا برايكم انتم بتسيرون، قلنا ابوي لا والله نحن ابوي واعي كان انتم بتسيرون برايكم، امروا لنا ابوي بالعشاء والله يحفظكم والله هف الدميم ابو فاطمه ما شاء الله عليه، دخلنا ابوي هنا وطلب لنا ابوي الاكل وقالنا ابوي يلسم ونحن ترى بنسير نمشي متعشينهم سالين يسوي الرياضه هو وقوم سعيد حمار عين وقوم خلاف والشله كلها ما شاء الله، وسارة وجاب لنا أنا وبوي وإبراهيم توفيج ما شاء الله عليه، طلبنا الأكل ما خلينا شيء ما طلبنا ترى ما البلاش كتر من ما كتر من شو برد مليوع إيه والله مليوع برد تيام عن ضربة ما خلينا شيء ما طلبنا، ولين الحين عاد ياسين نتريحين العشاء تحت رحمة الله إيه والله بنسير ناكل في أي مكان غير ما شيء طلق الدكاكين المطاعم كلها مسكرة والأماكن كلها مسكرة نص الليل شيء للنايت كلاب، نايت كلاب فين نايت كلاب نايت كلاب يهم على حقته على أيام النايت كلاب أنت الحمد لله كل أيام ما شيء سناء فكاك والله. هذا أبوي وصل أبوي، هذا الشيبس وهذا الهمبرجر هذا نحن طالبين هذا، وهذا السلطة Thank you very much. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، احنا تهلعنا عليه يقولون الهمبرجر عند بير المطعم اخير شيء، احنا الله تعاب الرجيم خلاص صورتني يا سلام كيف عرب احس بك عصافي ها يا رجال لا تموت علينا قم عاد يلا 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 قم يلا يلا بني آدم رابط في بطنك شو يا إبراهيم أبوي ما شيل له النمونة أنا عمبوني شلاب من استويت هب مليون ما تيب محب العرب إلا الشلاب هي نعم بتريا اليوم باكر اليوم باكر بيندي باكر بي ماشي ابوي لا عطى كاش جدا ابوي انت ذهب ومحب اي والله والله انك لازم الادمي تعطي هذا شيء سالفه مستوي ما برم نطريها ما شاء الله تبارك الرحمن ماكلني همبرجر بطاطا بعد لازم ابوي انت ما فندق زامبرا لا زامبرا يا ابو انت ما في مال هذاك مطعم محمد علي فضحتنا من هالصجيع يا ابوك والله يا ابوك انك فضيحه يلا عاده احنا ابوي اخر ناس ظاهرين احنا عيزنا ادور صلب مال ضروس ما شيء عندهم ما خليت طاوله ما دورت عليها صلب مال ضروس ما شيء عندهم ولا واحد دورت في الكبتات اللي هناك كلهن حتى الويترية خلصوا وظهروا شو تسوي انت ايه بيزخونك ممنوع هذا فندق مال تيار وش حقك شي تغضر رقبك شو تسوي ابوي فندق مال تيار ممنوع والله يا ابوك بيتحرونك مسوي فوتوشوب ونصور فيه يلا يلا مشوار يلا انت قول اسمه ابراهيم تعال شو اسمه اصبره ها لزبره لا لازمبره لازمبره هذا هو هذا هو لازمبره لازم ما ادري لازم تظهر يظهر حرف الميم في النصيفه لازبره هو لازبره اقول لك ما شيء باجي شيء بسيط وبنوصل ما شيء ها تعودنا على البس والله
الحمد لله. اقول لكم بالنسبه للي يتخبرون نحن متبرد الامارات ان شاء الله برد ابو ظبي. طيارتنا يوم السبت الساعه 8 المغرب، صبحيه اللحد مصباح اللحد بنكون واصلين ان شاء الله اذا رجعنا من حيين. بنرقد ابوي طول الليل في الطياره، بنصبح الصبح نشيطين وبخير وسهاله في بيوتنا وعند حاليتنا. ها ابراهيم يصير الحل والعجل من الله خير بعد يا حل حلاق علي ما توجه. اي والله زين، لا بد من الحلاق ان شاء الله ان شاء الله. مش مفر حاضري حاضري. هاي اول مره على فكره اني اسال الساعه 2 في الليل برا. الساعه 2 اي والله 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 العظيم متوعين علي الباكر الصبح على الساعه 11:30. يلا تصبحون على خير عادة، بسكم يوم اللي رمس اليوم ما قصرنا. ما خلينا بقعة ما عرعرنا الدنيا كلها. يلا قلهم تصبحون على خير، على ألف خير يا ربي يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم. زين